من 85% من النساء خاصة والرجال يعانون من نقص فيتامين د وقد يكون نقص فيتامين د لا يوجد هنالك أي أعراض وهناك أعداد كبيرة من نقص فيتامين د غير مشخصة أهم أعراض نقص فيتامين د اللي هي ألام المفاصل وألام في العضلات أو يكون هناك هشاشة في العظام أو لا قدر الله في الحالات الشديدة قد يكون هناك كسور في العظام أو قد يكون هناك لين في العظام أو كساح في العظام في بعض الحالات بعض الدراسات ربطت نقص فيتامين د بحدوث الاكتئاب والقلق وتساقط الشعر كما ربطته أيضا بحدوث داء السكري وضغط الدم والسرطان وحالات نقص المناعة ولكن لا يعني ذلك أنه لو عالجنا فيتامين د أنه مثلا يرجع السكر طبيعي الوقاية تتمحور في ثلاثة محاور رئيسية لنقص فيتامين د المحور الأول التعرض لأشعة الشمس وهذا المحور هام جدا. أشعة الشمس مجانية وموجودة في السعودية في كل مكان. وهو التعرض تقريبا مدة 15 دقيقة أربع أيام مثلا في الأسبوع لمدة ربع ساعة كل يوم لمدة أربع أيام في الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا مثلا إلى الساعة مثلا الحادية عشرة صباحا. آه طبعا نعرض الوجه واليدين والرجلين او الساقين لاشعه الشمس لانه فيتامين د موجود في الجلد لكن يحتاج اشعه الشمس لتنشيط فيتامين د اللي موجود في جلدنا وهذا مصدر طبيعي ومجاني المصدر الثاني هو اللحوم واهمها الاسماك او زيت كبده السمك كما انه يكون موجود في اللحوم الحمراء وايضا موجود في كبده السمك وموجود في صفار البيض الحليب كمية بسيطة موجود فيه لكن كثير من الشركات تدعم في الحليب بفيتامين دي أما العلاج الآخر والوقاية الأخرى لفيتامين دال هو استخدام المكملات الغذائية مثل فيتامين دال وهناك جرعات مختلفة